قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب الرفق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد التنافسي من الثقات، قال حدثنا من رجال الكتب الستة، حدثنا وكيع بن جراح الرؤاسي التنين من أساطير المحدثين، عن الأعمش سليمان بن مهران وهو من الأماجد من أساطير المحدثين لكنه يدلس، عن تميم ابن سلمة، وتميم ابن سلمة أبو سلمة الكوفي وقيل الخزاعي، قال النسائي ثقة، قال ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وابن سعد قال ثقة وله أحاديث، عن عبد الرحمن ابن هلال العبسي، وعبد الرحمن ابن هلال العبسي الكوفي ذكر ابن حبان في الثقات وقال النسائي ثقة فهو من الثقات، والعجلي أيضا قال كوفي ثقة. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير، أعوذ بالله، من يحرم الرزق يحرم الخير. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي بن دينار الأودي البصري قال: نسي أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أبو حاتم الرازي: ليس به بأس. مسلم القاسم أيضا قال: لا بأس به. والسادي قال: كتبت عنه لم يكن نافقا، أحسبه لحقه ضعف أبي، والحق أنه حسن الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش اختلط بأخيرة كما تعلمون، أبو بكر بن أبي عياش بن سالم الأزدي اسمه محمد وقيل اسمه عبد الله، هو فيه ضعف كما قلنا، ولأنه اختلط ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير وغيره. أبو داود نقل عن الأجولي أنه قال كان يغلط، الأجولي نقل عن أبي داود ذلك. ابن سعد قال: كان ثقة صدوقا عارفا من الحديث والعلم، إلا أنه كثير الغلط. ابن مبارك أثنى عليه حسنا عندما قال: ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. وهذا لا, 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 لا يعني التوثيق في الضبط يعني، فروايته فيها اضطراب، فيه شيء من الضعف. ماشي. عن الأعمش سليمان بن مهران هو من ثقات الأثبات من أصيل المحدثين، عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات سلة معروف، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين بل هو سيدهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. باب الرفق. أسعد الناس من كان أرق الناس قلبا وأرفق الناس عملا. أسعد الناس من كان أرق الناس قلبا وأرفع الناس هناك عملا. والرفق يدل على رقة القلب ويدل على رحمة العبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الرحمن عوف وهو يبكي فقال: تبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إنما هي رحمة، ويرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الأقرع بن حابس ورده يقبل الحسن وأسامة فقال: تقبلهما؟ لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال: وما أفعل لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ ما أفعل لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وهنا لابد أن تفهم أن الآن الرفق صفة من صفات الله جل في علاه، والرفيق اسم من أسماء الله جل في علاه،
والرفق صفة من صفات الله، فيها الرأفة وفيها الرحمة وفيها اللطف بعباده رفقا بهم لا يقدر عليهم إلا ما كان عطاقا. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ويلطف بهم إذا قدر عليهم وقضى شيئا، لطف بهم وأخفى الأشياء في أضدادها، فيحسبون أنهم يهلكون بذلك، والله يجعل النجاة في هذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربكم إلى عباده يقنطون مع قرب غيره سبحانه جل في علاه. وهذا من باب الرفق بالعباد، ومن باب الرفق بالعباد جعل الحسنة بعشرة أمثالها، ومن باب الرفق بالعباد جعل من هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا من رفق الله بالعباد. ومن رفق الله بالعباد أن فتح لهم أبواب التوبة إلى على مصراعيه إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو إلى الغرغرة. وهذا من رفق الله بعباده سبحانه وجل فعلا. ومن رفق الله بعباده أنه يسمع لنجواهم ويسمع لدعائهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا من رفق الله بعباده. ومن رفق الله بعباده أن قسم لهم الرزق وأعطاهم ما ينفعهم ودفع عنهم ما يضرهم. فالله رفيق يحب كل رفيق، ويحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره. فاسم من أسماء الله الرفيق، اسم من أسماء الله، وأيضا يتضمن صفة من صفاته، صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، صفة الرفق. ويحب الله أن يراها أثرا على عباده. فالله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. والله رفيق يحب كل رفيق. قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. فمن كان له قسوة القلب وغلظ القلب فهذا أبعد الناس على الله عن الله جل فعلا. فأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، القلوب القاسية أبعد القلوب عن الله جل فعلا. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر والغلظ في الفدادين أصحاب الخيل والإبل، أصحاب الكبر يعني طغيان المال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق. وهذه أيضا كما قلنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، بأن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر صفاته على عباده. فإن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم، فإن الله غفور يحب غفور كل غفور. لذلك قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، يعني تعبد بها لله جل وعلا ويرى أثرها على خلقه. لذلك قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على الأنف. فيحب أن يرى أثر صفاته على عباده، فكل رفق ورحمة ولطف فإن الله يحب ذلك. وانظر كيف من رفق الله قال اذهب إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي زلزل الأرض من تحت أقدام الناس وكان أشد الناس ظلما وطغيانا. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي قوله يعطي عليه ما لا يعطي على العنف، ترى بأن الله جل فعلا يسيب الرجل اللين الهين الذي يرفق بمن أمامه فوق ما يصيب الذي يعني يصل إلى الحق الذي يريده بالقوة. لكن لابد أن تعلم أن أصناف الناس ثلاثة: صنف لا يأتي إلا بالشدة والحدة، فهذا لابد أن تكون كذلك معه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني أقاتل الكفار حتى يقول لا إله إلا الله. ولذلك من لان وأعطى الجزية تركه بمعتقده وحسابه على ربه. إذن فالله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والعبد ما دام كان رفيقا فإن الله جل في علاه أراد به الخير وأراد له الخير. كلما وجدت المسلم المؤمن هينا لينا رفيقا فاعلم أن الله جل في علاه أراد له كل الخير، وأراد له أن يكون من أهل الخير ومن أهل النجاة. يبقى لنا الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى: إثبات الأسماء لله جل فعلا بالتوقيف بالكتاب أو السنة. إن الله يحب أن يرى أثار صفاته على خلق عباده. مجامع الخير في الرفق، مجامع الخير في الرفق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.